اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا اليوم، غنحضروا مع بعض هاد الاكله، هاد على شكل ساندويتش مي واحد الطريقه مختلفه كما تشوفوا. اللي كنتمنى تعجبكم، ولا كنتو جداد مرحبا بكم، ما تنسونيش من اللايكات والاشتراك اللي عجبتكم الفيديو، ولا كنتو قدام راه دائما تنقول لكم الدار راهي داركم، ومرحبا بكم دائما معايا، وشكرا على التعاليق الزوينه ديالكم. خليكم معايا باش نتعرفوا على طريقة تحضير هذه الأكلة أو هذا الساندويتش أو اسمه كما بغيتوا. اللي غادي نحتاجوا ليه الدجاج، صدر الدجاج. أنا استعملت هنا واحد تقريبا 200 غرام هكا تقريبا، 200 وما بين 200 و 250. بصلة مقطعة طريفة صغار، فلفلة ونص مقطعين حتى هما طريفات صغار. وهذه الكمية نتوما تحكموا فيها شحال ما بغيتوا، ما كاينش شي كمية مضبوطة يعني غادي تستعملوا اللي عندكم ديرو. وهنا فرماج محكوك، وهنا غنستعمل الثومة، الكمون، ملحة، البزار، والبابريكا، الفلفلة الحمراء والتحميرة كما تنسميوها. وغادي نستعملوا زيت الزيتون أو الزيت النباتي اللي بغيتو باش غادي نشحروا فيه هذيك الفلفلة والبصلة وهذاك الصدر ديال الدجاج. من طبيعة الحال غادي نحتاجوا لهذا الخبز ديال الطوست هكا، نستعملت هذا فيه شوية ديال النخالة، فيه معجون النخالة هذا هو اللي غادي نستعمل، تقدروا ديروا اي واحد بغيتو، المهم يكون هذا الخبز ديال الطوست هذا، هذا البندومي. غادي نبداو بهذا الخضره اللي غادي نشحروا، هذه البصله اللي غادي نديروها باش تقلى واحد شويه على واحد النار هادي باش ما تحرقلناش، بشويه نزيدوا على داك الزبيده ونخليوها تشحر شويه. هاد المرحله كلشي راه تيعرفها، راه دي باش نتنشحروا البصله مع الفلفله مع داك الدجاج ضروري خصنا نطيبهم، يعني واحد الطريقه ديالته. انا كنديرها الطريقه، انا كندير البصله حتى كتنزل عليه واحد شويه، عاد كنزيد عليها الفلفله لان البصله كتاخذ شويه طياب خصها من الفلفله، وكنزيد من بعد الفلفله ديالي كما تشوفوا هكذا، وكيبقى ليا اللحم. غديروا كفته ولا ديروا دجاج ولا ديروا اللي بغيتوا، اللي كنزيدوه هو حتى الاخر. هذا صافي، كنحاولوا نسرحوا هذاك الطريفات ديال صدر الدجاج في هذاك الخضيره، ونزيدوا لي زيبيس ديالنا عاديين، هادشي اللي عندنا. ولي زيبيس كيبقاو لكم هاد التوابل اللي نتوما ديروا اللي بغيتوا، اللي عجبتكم شحال زيدوها، بغيتوا الحار زيدوا، بغيتوا تنقصوا شي حاجه نقصوا. كل واحد كلمه كيبغيش الكمون يحيدوا هكذا. كن صافي كنشحر هاد الطريفات ديال الدجاج حتى هما مع ديك الخضيره شويه، ما نطيبوش بزاف لان راه غادي يزيد يطيب عاود في الفرن. صافي غادي نزولو نخليه يبرد واحد شويه باش ندير به الحشوه ديالي كما تشوفوها. كما درت فيه لا ربيع لا والو، نسمتو غير بشويه ديال الزعتر، لان نسمتو بالزعتر هذيك درت منه شويه. صافي وغنحتاج واحد شويه ديال الزبده اللي ذوبتها هنا، ما ذكرتها لكمش المقادير. اللي غادي ندهن به هذا المول هذا، انا اختاريت هذا، تقدر ديروا اي مول بغيتو. انا درت هذا بغينا بغيت نكونوا فرديين ونكونوا صغيورين، وغادي ندهنوا مزيان بالزبده باش ما يلصقليش، هو غالبا ما تيلصقش، ولكن باش داك الخبز يتحمص من تحت، يجي محمر ويجي زوين ويشد راسو شويه. هادشي علاش درت فيه الزبده هكا، تقدروا تدهنوا غير بالزيت، لكن الزبده بصراحه كتجي مزيانه، هذاك المذاق ديال الزبده كيجي احسن من الزيت. جربت بالزيت وجربت بالزبده، فضلت الزبده، الزبده كتجي شويه. اما المارغرين ذوبتها شويه، وهي اللي تندهن بها المول ديالي. انا غادي ندير هنا 12 وحده، لان هذا المول فيه 12 ديال العوينات هادو كما تشوفوا. ما غادي صافي تندهنوا كامل، ونبدا باش نوريكم كيفاش الطريقه اللي كندير بها هذوك الخبز ديال الطوست في هذا سميتو. كنهزو كيما هكذا، نحيد الجوانب، تقدروا تخليوهم الا بغيتوا تخليهم ديك الجوانب تخليهم، انا حيدتهم له هكا كيجي احسن. المهم كنحاولوا ندخلو هكا بشويه بلا ما نكسروهم، الاحسن ناخذوا الخبز يكون شويه كما نقولوا حنا شاد راسو، راه كيكون كتبه، كيكون هذاك الفيرم وكيكون الطري، كيكون مويلو كيكون الفيرم. انا خديت هذا الفيرم شويه كيشد راسو كما تشوفوا، ضغطوا عليه بواحد القاع ديال الكاس كيما هكذا باش ياخذ هذاك لا فورم ديال هاد بحال هاد الشكل هكا كما تشوفوا. ندير الثانيه حتى هي غير بشويه، تنبقاو تندخلوا فيه غير تيكون قد ما كان الخبز هذا شويه عامر مزيان قد ما كيشد مزيان. تقدروا تصنعوا حتى في الدار الخبز ديالو هكذا، هاد الشكل هكذا، وصافي غادي نضغط عليه بالكاس كيما هكا. وهذه هي الطريقه
وغادي نكمل بها كاع داك الخبز ديالي. كما قلت لكم خديت 12 قطعه اللي استعملت. هذا هو الشكل اللي ما دهنتش انايا الخبز لان كاينه الزبده لتحت. الا كنتو ما غاديش ديروا الزبده ديروا الخبز دهنوا بالزبده وديروا هو هي دهنوا من الجهه اللي غادي تحط تكون على هي لتحت. انا مادام دهنت داك المول ما دهنتش ما نديرش الخبز فيه الزبده. كما هكذا نقعت نكملهم كاملين كما تشوفوا ايه بشويه معهم كنحاول كندخلو لان كيشد راسو مزيان ما تيتقطع ما والو. وملي كنضغط عليه بالكاس كما هكا هذاك القاع ديالو تيشد مزيان تيولي بحال العجينه كيشد مزيان ما كيبقاش صافي ما يتقطع ما يخسر ما والو كيبقى شاد مزيان. وكياخذ الفورمه ديال هاد الموز الصغار هادو. صافي غادي نكمل هادو كلهم نديرهم هنايا في هاد المول ديالي وغادي نبدا باش نحشي هاد الخبيزات. صراحه كيجي بحال الساندويتش وكيجي زوين. هنا غادي نبدا بالفرماج ندير شويه ديال الفرماج في القاع ديال هاد السليلات ديالنا. كندير فيهم شويه فرماج. الا عندكم الزغيله ديروها راه كتبقى زوينه ديروها. انا عندي هذا اللي كان عندي موجود ودرته وكنبدا نعمر بهاد الشريطه ديال تاع ستر الدجاج والفلفله والبصله. كنديروا بالكاس اللي بغيتم احسن يكون غامرين مزيان من الاحسن. ونوزعوا هكا بالتساوي تقريبا. صدقوني كيجي زوين هاد الاكله كتجي زوينه 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 زوينه. كتختلف على الساندويتشات اللي كنديروا بها لي طوس. كما تعرفوا لي طوس نقدروا نديروا به غير الجومبون ولا نديروا به الطون ولا شي حاجه. هذه زوينه يعني كنقدروا نديروا حاجه اخرى. نقدروا نستعملوا هاد الصدر ديال الدجاج كما نقدروا نستعملوا اي حاجه بغينا الخضره اللي بغيتوا تقدروا ديروه. اما الطوس باش ديروا الساندويتش هكاك ما تقدروش ديروا فيه هكا طروفه ما يشدش مزيان. هذه الطريقه زوينه كتختلف وحتى النيدر كيجي زوين. غادي نبقى حتى نعمر نقسم هذاك الشيء اللي عندي كامل نقسمو عليهم. اللي لقيت انا خاصه تنزيد لها كما تشوفوا. هنايا جوج البيضات اللي ما ذكرتكم لهم ذكرتهم لكمش نضربهم هكا شويه وكنزيدهم فوق من هذاك سميتو. هادو اضافه كنديرها كتجي زوينه. هاد البيض كيجي زوين كيخلي هذاك الحشوه تشد مزيان وما تبقاش تفرتك كاع نهائيا. كتبقى شاده كيجي بحال شكل الكفيفات معمرين هكا ولا سليلات كما تشوف هكذا. كندير هذاك حسب ديك المعلقه ولا معلقه ونصبو مع حسب شويه وصافي. البيض راه كيخلي هذاك المكونات كلها تلصق مع بعضياتها وكتعطي واحد المنظر زوين هكذا كما تشوفوا. كاملين قسمت لهم جوج بيضات اللي درت. ودابا غادي نزيد هذاك شويه الفرماج اللي خليته. هذا هو اللي غادي ندير فوق منه هذا هكذا شويه شويه. يعني واحد الكميه قليله ديال الفرماج اللي غادي نوزعها عليهم كاملين. وغادي نكون سخنت الفرن على 180 درجه ونديرهم يطيبوا واحد 20 دقيقه غير باش ما يتحمروا شويه. وقبل ما نديهم يطيبوا كندير واحد شويه الزبده كنعاود ندهنها من الجناب. الزبده اللي درت قبيله اللي بقات هي دهنت بها دوك الجنيبات اللي بقاو برا باش حتى هما يتحمصوا. وهذا هو الشكل ديالهم ملي طابوا. يعني تاخذوا لي تقريبا 20 دقيقه باش طابوا لان كلشي طيب على هذيك الفرماج يديروا البيض يشد فيهم وصافي. كما تشوفوا هذا هو الشكل ديالهم. كتشوفوا تيجيو مقرمشين من الفوق كيجيو طيبين ودادو شادين راسهم مزيان. صراحه جربوهم وما غاديش تندموا عليهم. وكما قلت لكم الحشوه ديروا فيها اللي بغيتوا. الطريقه هي هذه ديروا فيها اللي عجبكم اللي بغيتوا. حتى يجيو لذاد وكيعجبوا الوليدات ويتكالوا سخان كما يتكالوا باردين. وقدروا تستعملوهم حتى في الشهيوات ديال رمضان علاش لا. لان من هاد كيعتبروا بحال المملحات اللي تقدروا تحطوهم مع في الفطور. وبالصحه والراحه ونتمنى يكونوا عجبوكم كما انا عجبوني. بصراحه عجبوني. شوف الشكل ديالهم كيفاش كيجي. كيجي شكل انيق وزوين وراقي بصراحه. بصراحه عجبوني. نقول لكم اختيار ذوقوا باش ما بغيتو ديروا لاصوص اللي بغيتو. انا ما درتش لي صوص. انا ما كنبغيش لي صوص بزاف. ما درتش لي صوص. درت الحوايج درت داكشي الطبيعي. درت بهاد الحشوه اللي درت انايا بسيطه. تقدروا ديروا اللي بغيتو. ان شاء الله نشارك معكم طرق اخرى لاستعمال هاد الخبز ديال الطوس باش نبدلو شويه وننوعو ونلقاو طرق اخرى كيفاش نستعملو بها وكيفاش ناكلو من غير هادوك لي ساندويتشات اللي تنعرفو ولا هادوك لي طابتين.
اللي كتبقى هذه طرق جديده وزوينه اللي نتمنى تعجبكم. وراه عندي في القناه واحد الفيديو اخر اللي استعملت فيه الخبز ديال الطوست، واحد الرولي ديال الطوست بطريقه اخرى، نتمنىكم تشوفوه وغيعجبكم ان شاء الله. حتى هو نتمنى يعجبكم. غنخلي لكم الرابط راه غيكون هنايا الفوق غادي تلقاوه. وهذا هو الشكل ديال هذا المملح ديالنا، او هاد الساندويتشات، او هاد الاوكلاش، تسميوها كما بغيتو. المهم كتجي جديده 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 بزاف وزوينه، جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله، غادي تعجبكم. كتعجب البيدات كما قلت لكم، كتاكلوها بارده كما تاكلوها سخونه. كنخرجوا من هذيك الاطار ديال الساندويتش تاع الباندومي وصافي. وهذا هو الشكل ديالو كما تشوفوا. غادي نقسم معكم واحد وحده هنا باش تشوفوا، نقسمه قدامكم هكذا باش تشوفوا. بصراحه كيجي لذيذ لذيذ زوين، وكي الحشوه ما تطيحش، كتكون شاده فيه مزيان كما تشوفوا. وكنتمنى تعجبكم. وكان هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. شكرا على تتبعكم، شكرا على تعليقاتكم الجميله، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء ومع السلامه. باي باي.